تلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز النتائج الأولية من شركة رايدر سكوت الاستشارية حول الاكتشافات المتعلقة بمكمن الغاز الطبيعي الواقع تحت مكمن لعنيزة حيث عملت شركة رايدر سكوت الاستشارية وذات الخبرة الطويلة على تقييم الموارد والاحتياطيات من النفط والغاز مع شركة تطوير للبترول للتصديق على الأحجام المكتشفة والكميات الإنتاجية من الغاز في الحقل. وأعرب سموه عن سعادته بالنتائج الأولية التي اطلع عليها، حيث صرح سموه بأنها نتائج ممتازة وتدعو للتفاؤل، وتمهد الطريق لمزيد من عمليات التقييم والدراسة. كما أشاد سموه بالجهود التي قامت بها شركة رايدر سكوت وشركة تطوير للبترول. في هذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحقيق رؤيه المملكه الاقتصاديه 2030. كما اشاد سموه بهذه الاكتشافات الجديده المتعلقه بالغاز الطبيعي التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق رؤيه وطموح حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز الموارد الطبيعيه ورفع قيمتها في مملكه البحرين. وقد بدات الاعمال التقييميه والاختباريه بعد الاعلان الرسمي في شهر نوفمبر الماضي عن اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبه والجوف الواقعين تحت مكمني الخف والعنيزه المنتجين للغاز الطبيعي في المملكه. وحضر هذا الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والسيد فيصل المحروس رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز والسيد غسان المهنة القائم بأعمال العضو المنتدب لشركة تطوير بجانب عدد من ممثلي الشركات ومن المقرر حفر آبار تقييمية إضافية خلال عامي 2023 و 2024 لدعم برنامج التطوير والاستخراج المحتمل ابتداءً من أواخر عام 2024